لان مساحته ايه، مساحته كبيره تمام. وبداوا يلعبوا لعبه الاختباء، وبعدين وهم بيلعبوا طبعا الحماس خدهم وارتفعت الاصوات، وده طبعا بدايه الحاجه اللي هتحصل او المشكله اللي هتحصل في قصتنا. تمام يا شباب، تعالوا بقى نكمل كده ونشوف اسيلو. يلا يا سيلو يا جميله، انت نايمه ولا ايه يا سيلو؟ لا قومي لي، افتحي لي ظهرك، افتحي ظهرك كده يا سيلو. ايوه كده، ما تناميش، محدش ينام، كلنا قاعدين فاردين ظهرنا. يلا اقراي. لعبنا بالكرة، فازت أصواتنا ارتفاعي. هنا يا اولاد بعد ما لعبوا، يعني بصوا كمان مش لعبوا الاختباء بس، كان لعبوا كمان الكرة. ينفع ان احنا نلعب كرة في العمارة؟ كرة دي يعني كرة بتخبط وتعمل صوت، يعني في حماس وصوتنا هيعلى، يعني في ناس هتتضايق، يعني في ممكن ناس كبيرة في السن مريضة، في ممكن اطفال لسه نايمين وتعبانين وعايزين يكملوا نوم. فطبعا كده مش هينفع، ما ينفعش نلعب كرة اصلا في العمارة. تعالوا نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل يا همس. اول سطر في الفكرة التانية يا هموسة. سلام على الأدب، يا سلام. كل اللي قافل الكاميرا ارفع ايديه يا يوسف. وقفلت الكاميرا ليه يا يوسف؟ اقرأي يلا يا هموس. أخذ الجيران يعشقون من ارتفاع صوتنا، أصواتنا وطلبوا منا الكف الكفة. عن اللعب. لكن هذا هو المكان الوحيد بس هو المناسب. السطر الأولاني بس، شكرا يا كتكوتة. طبعا احنا عرفنا ان هما ايه، اصواتهم ارتفعت، وطبعا لما الاصوات ارتفعت هل الجيران هتسكت؟ لا، اشتكت طبعا، انزعجوا كلهم اكيد، يعني صوت عالي واولاد بيلعبوا كورة وكورة عمالة تخبط، طبعا دي حاجة مزعجة جدا. وطلبوا منهم ان هم ايه، يتوقفوا عن اللعب. بس الاولاد شايفه ان ده المكان الوحيد اللي يقدروا يلعبوا فيه. تعالوا كده نشوف هنا. يلا يا يوسف اقرا السطر الثاني، هيحصل ايه بقى يا يوسف؟ كده عرفنا بصوتك العالي، كده عللنا صوتك. المناسب للجار الجري فحذرنا واضطررنا واضطررنا في منازلنا. للجلوس في منازلنا. هنا طبعا هما زي ما قلنا احنا يا شباب ان هما شايفين ان ده المكان المناسب. يا ريمان افتحي الكاميرا يا رورو. ان هما المكان المناسب اللي يقدروا يلعبوا فيه. ولكن هنا لما هما طلبوا منهم ان هما يتوقفوا، طبعا ايه، الاولاد حزن زعلت، واضطروا ان هما ايه، يجلسوا في ايه، في منازلهم. طبعا هم واخدين اجازه وعايزين يلعبوا بقى، طب دي حاجه طبعا ما فرحتهمش. تعالوا نشوف كده ايه اللي حصل بعدها يا شباب. يلا يا سيف اقرا لي اول سطرين، صوت عالي، حضري نفسك يا ريمان عشان انتي بعد سيف. هنا قرر أهلنا التدخل اهلي قرر اهلي التدخل ونقاش المشكلة ومناقشته. أو مناقشة المشكلة معنا. أولا أولا فقام أبي بعمل اجتماع بس وجلسنا لحد هنا بس يا سيف، شكرا، شطور يا سيف، شكرا يا سيف، شكرا يا سيف. هنا يا شباب زي ما سيف كده قرر لنا إن الأهل قرروا التدخل. طبعا كلنا لما الأولاد بياخدوا الأجازة كأهل بنبقى عايزين إيه، أولادنا يتبسطوا، يعني طول السنة بيذاكروا صح؟ طب هنا بقى قرروا يحلوا المشكلة دي. طب هيحلوا المشكلة دي بإيه؟ بالمناقشة، يعني لازم كلنا نقعد مع بعض ونتناقش لحد ما نلاقي عمر إيه، حل مناسب.
معايا ريمان؟ ريمان خرجتي تاني؟ طب يلا يا عمر كمل كده لحد المشكلة يا عمر. اجتماع، افتحي صوتي يا عمر. وجلس يناقشنا لأن ناقشنا يناقشنا ويسمع آراءنا ويسمع آراءنا ويستمع إلى ويسمع آراءنا واقتراحاتنا لحل المشكلة، فوضح الصورة بس لحد لديه. هنا يا حبيبي. شكرا. فنحن هو انتوا يا اولاد نريد استنى يا عمر، استنى يا عمر، انا قايله سطرين والله، قايله سطرين. شكرا، برافو عليك. هنا يا شباب جلسوا، قلنا حل المشكله دي هيبقى ايه؟ عن طريق المناقشه، يعني نتكلم مع بعض لحد ما نوصل للحل المناسب. وطبعا كل واحد بيقول اراءه، وكل واحد بيقول الاقتراحات اللي هو شايفها، نعمل كذا او لا، او ده صح او ده غلط. ماشي، انت يا هقفل الكاميرا ليه يا همس؟ طب يلا يا استاذه لينا، لينا كملي يا لينا. فوضحت الصوره، فوضحت الصورة لديه فوضحت الصوره. فوضحت الصورة لديه فنحن نريد اللعب والاستماع بطفولتنا، والاستمتاع، واحدة واحدة. الاستمتاع بطفولتنا، ومن الصعب أن نلعب في هدوء بلا حركة أو صوت. شكرا جدا، جزاك الله خير. هنا يا شباب خلاص احنا عرفنا ان خلاص ان هم قعدوا يتناقشوا، وكل واحد قال الاقتراحات وكل واحد قال رأيه، وبعد كده خلاص هي الصورة وضحت. يعني ايه؟ عرفوا ان هم الاولاد عندهم حق فعلا، لازم يلعبوا، بس في نفس الوقت هم يلعبوا بس ما يأذوش غيرهم او يضايقوا غيرهم يا شباب. فهنا هيبدأوا بقى ايه؟ نعم كيف نصلح من؟ اتفضل يا حبيبي بسرعة، وتعالى بسرعة. هنا بقى هنعرف الحل المناسب ايه اللي هيحصل. يلا يا اسلام اقرأ لي كده اول سطرين يا اسلام، وما تزودش لحد هنا، دي تمام. رقم 4. يلا ثم قام بعمل اجتماع مع كل سكان عمارة وتحدث معهم عن وتحدث المشكلة، تحدث معهم عن عن المشكلة. المشكلة المشكلة دي شطو. هنا يا شباب زي ما كده كريم قال لنا، اسلام قصدي، ان هم عملوا اجتماع مع كل السكان واتكلموا معاهم عن المشكلة. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما عملوا كده يا ريمان؟ كملي يا ريمان يلا. حد هنا يا ريمان؟ فانقسمت، افتحي الصوت يا ريمان. فانقسم الآراء انقسمت الآراء. إلى قسمين. القسم الأول لديهم أبناء وقد اعتادوا أصواتهم وصراختهم. وصرخاتهم. بصوا بقى، الآراء هنا انقسمت إلى 2. أول حاجة تعالوا كده بالقلم الرصاص، أول قسم خالص يا شباب، إن في ناس عندهم أولاد والأصوات العالية هم اتعودوا عليها، فمش مشكلة إن هم الأولاد يلعبوا في العمارة ويعملوا إزعاج، ما عندهمش مشكلة، هم متعودين على كده. طب تعالوا بقى نشوف بقى اللي بعدها كده. يلا يا شهد كملي يا شهد. شهد أيوة مس يلا يا حبيبة قلبي كملي السطرين اللي بعديهم. حركاتهم الكثيرة فليس لديهم أي مانع لا بالممرات. والقسم الآخر كملي يا إما جارين. إما يبقى القسم التاني بقى يا شباب، القسم التاني هيبقى ايه؟ يلا يا دارين. دارين يا حبيبتي بتروحي فين؟ يلا يا ماما لا أصل في مشكلة شوية عندي في المايك. ماشي ولا يهمك. يلا اقراي السطرين دول.
أما كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات، وأما أسرة لديها طفل رضيع ترجع. وإما أسرة لديها مسا اروح أسرة. قصدي اروح على الحمام. اتفضلي تشربي روحي. انا تعبت. وإما أسرة لديها طفل أسرة لديها طفل رضيع ترجو أن ينام بهدوء دون دون إزعاج، إزعاج، وهم فهم يرفضون أن نلعب بالممرات. أيوة. شكرا جدا يا دودي. يبقى هنا يا شباب بعد ما خلاص تناقشوا وكل واحد قال رأيه، الآراء انقسمت لاثنين زي ما قلنا. الأولاني إن في ناس خلاص هم عندهم أولاد، فهم متعودين على الصرخات والإزعاج واللعب، فمش مشكلة إن هم يلعبوا في العمارة. والقسم الثاني يا إما كبار سن، ناس كبيرة في السن فما بيقدروش يستحملوا، طبعا الناس اللي بتكبر في السن ما بيحبوش الأصوات العالية، ما بيقدروش يستحملوها، عايزين يقعدوا في مكان هادئ كده ويستمتعوا يعني بالقعدة بتاعتهم بدون إزعاج. يا إما أسرة عندها طفل رضيع، والطفل الرضيع ده طبعا ليه مطالب معينة، هو ما بينامش زينا بالليل بس، لا هو لازم خلال النهار لازم بياخد إيه، بياخد راحة يعني كل مثلا ساعتين ولا حاجة يحب ينام. فطبعا تخيلوا بقى انتوا الطفل زغنطوط نايم رضيع واحنا بنلعب وعملنا صوت، اكيد هيقوم يعيط ومش هينام تاني، فاحنا كده اذينا الطفل واذينا مامته، فطبعا ده تصرف مش صح. تعالوا بقى نشوف هنا هيعملوا ايه يا شباب. محمد افتح لي الكاميرا واقرا لي، يلا افتح الكاميرا واقرأ السطرين دول رقم 5. محمد لسه ما جتش من الحمام، يلا التناوب فكل يوم سامعة؟ لا انت بتقرأ فين؟ اجتمع اقرأ كل رقم 5. القسمين كل القسمين على نام كنا اللعب ومارس طفولتنا بحرية وسعادة. الناس فقط لا وضعوا حل المشكلة بس وهو وقف لحد هنا. أن ايوه شكرا جدا، لحد هنا برافو عليك. طب القسمين احنا قلنا الاراء انقسمت لاثنين، طب القسمين دول يا شباب اجتمعوا ان هم ان الاولاد ليهم حق ان هم يمارسوا طفولتهم وان هم يلعبوا وبحريه وبسعاده، ولكن طبعا بدون ما ان يضروا حد، صح يا شباب؟ طيب يلا يا روزي، يلا يا رودي كده كملي ودينا لا يا يا بس شباب، ركزوا كده عشان اول ما اقول اسم افتح على طول. يلا يا رورو كملي قراءة. وهو ان وهو ايه بقى، يعني بالاتفاق مع مركز الشباب بالمنطقة على حجز ملعب الكرة ساعتين يوميا لنا شطورة وسيتم وفي لحد هنا، يلا كمل يا عمر. مامس وستقسموا وستقسم مهام مهام الإشراف على أهل بالتناوب، فكل مهام يوم الإشراف، ستكون هناك أسرة مسؤولة عن إشراف علينا بالمركز. الإشراف علينا بالمركز. يبقى الحل اللي توصلوا ليه يا شباب، كلنا بقى نعلم عشان ده الحل. الحل إن هم هما هيعملوا إيه؟ يكلموا واحد صاحب ملعب ويخلوا الأولاد يلعبوا فيه. أيوه إن ماشي هم خلاص. حاضر يا كيس. هنا يا شباب إن هم اتفقوا مع مركز شباب هيلعبوا فيه ساعتين، ولكن هم أطفال فأكيد مش هيروحوا لوحدهم، فهنا عملوا إيه؟ الأهل قسموا المهام عليهم بالتناوب، يعني إيه؟ زي ما عرفنا بالتناوب يعني، ها لسه واخدينها فوق، بالتناوب يعني إيه؟ بالتناوب
تتابع، يعني بالتتابع يعني ورا بعض، كل واحد هياخد دور ان هو يشرف على الاولاد ويوديهم الايه مركز الشباب. التتابع التتابع ايوه التتابع، التناوب يعني التتابع. ماشي خلاص، ده كده حل المشكلة. تعالوا بقى يا شباب نشوف آخر حاجة دي كده. يلا يا كريم. وبالفعل تمام. وبالفعل أصبحنا تجتمع يوميا. يوميا في مركز الشباب ونلعب بحرية ونستمع واستمتاع واستمتاع دون إزعاج دون إزعاج الجيران. الديار. برافو عليك، بارك الله فيك. تمام، هي دي قصتنا يا شباب. تعالوا بقى، مفرداتنا مهمة يا شباب وهنحفظها. أنا هقول الكلمة يا شباب، المعنى أنا هقول الكلمة وأنتوا تقولوا المعنى، وعايزة زي ما إحنا متفقين صوتنا ما يكونش عالي، ما نقولش كلمة مرتين، وكلنا مصحصحين. يلا، ايوه عمارة معناها إيه؟ انت ايه رأيك، ايه رأيك كل واحد مش عندنا وقت، كل واحد يعمل بالدور ما هو عشان ماشي ما انتوا نعمل. كلكم قرأتوا الحمد لله. انا عايزه اروح احل انشطه يا عمر، عايزه اروح احل الانشطه. يلا عمارة معناها ايه؟ مبنى مبنى. الكف مبنى يعني ايه الكف؟ الامتناع الامتناع. ايوه مانع. يعني ايه مانع؟ كلنا شغالين في الشباب. اعتراض اعتراض. مهام يعني ايه مهام؟ مسؤوليات مسؤوليات. مسؤوليات. طابق يعني ايه طابق؟ أدوار ادوار. طوابق أدوار اه طابق يعني ادوار. المناسب يعني ايه مناسب؟ ملاك الملائم. ملاك ملاك الملائم ايوه. إحنا بننزل رضيع وهو طفل ايه؟ بدون وبدوخة أدوار سنة سنتين سنتين. ماشي. الإشراف سنتين يعني إيه؟ يعني الإشراف يعني تتابع المتابعة. المتابعة. المتابعة طيب ممرات يعني إيه ممرات؟ يعني شطار. شطار. توقعات أيوة شطار. اعتادوا يعني إيه؟ يعني يعني تعودوا. تعودوا تعودوا. إزعاج. يعني إزعاج مضافة مضافة. مضايقة. إزعاج مضايقة. التناوب لسه كنا قايلينها. التتابع تتابع. تتابع. ممتازين. يا مس، احنا بننفذ الاتفاق يا مس. اه محترمين يا ولاد انا شطار. بوش هقول الا مرة واحدة يا مس، احنا ما كلكم نخافوش الصراحة الحوار. يعني لحد دلوقتي كلكم ملتزمين. عطائيت كده. الله. يلا هاتوا الأنشطة. يلا يا عطائيت الأنشطة بسرعة. يابا من بدري، يابا من ثاني ماما. ماشي متشكرة. ركز معايا يا محمد، ركز معايا يا حبيبي. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كانت العمارة السكنية مكونة من كم طابق يا ولاد؟ عشرة 10. عشرة 10. عشرة عشرة أيوة. كانوا الأطفال يلعبون في إيه؟ ها؟ في الممرات. الممرات الممرات. أيوة. عمارة قام الأب بعمل اجتماع عمارة مع سكان العمارة العمارة. العمارة. عمارة رفض. مين بقى اللي رفض؟ الكبار ولا الأطفال ولا العمارة الردة؟ الأطفال. العمارة ها؟ كبار السن طبعا. كبار كبار السن. كبار معايا؟ أيوة كبار السن. سيقوم مين بالإشراف على الأطفال؟ الأهل الأهل الأهل. الأهل الأهل أنسب مكان للجري واللعب دون إزعاج هو إيه؟ مركز مركز الشباب الشباب الملعب أو النادي. أيوة برافو عليك. يعني أي مكان ماشي بعيد عن بعيد عن ما يكونش فيه إيه؟ مكان سكني يعني. طب صح وخطأ يا ولاد. طلب الأب من الأطفال الكف عن اللعب. خطأ. غلط صح خطأ. يريد الأطفال اللعب في الممرات لأنها كبيرة وواسعة. صح صح مشكلة لعب الأطفال. لعب الأطفال في الممرات إنهم إنها تشغلهم غلط عن المضايقة. غلط 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 من حق الأطفال اللعب. اللعب وعلى الجيران تحمل ذلك. خطأ. غلط غلط اختلفت ردود أفعال الجيران تجاه المشكلة.
صح. صعب. ايوه ايوه اختلفت، كل واحد اتقسمت. طيب هاتوا كده اكمل. بدأ الاطفال اللعب بلعبه اسمها ايه؟ حلو يا شباب، انا عايزه خط حلو يا شباب بعد اذنكم. العالي هي اثناء اللعب يزعج الجيران. الصوت الصوت هو صوت، لا هي مفرد الصوت. من الصعب ان يلعب الاطفال دون حركه. برافو عليك. طب ركزوا معايا بقى، السؤال ده بيقول لي لماذا لم يتضايق بعض الجيران من صوت لعب الأطفال؟ فاكرين عشان ليه؟ هم متعودين، عشان هم متعودين 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 لأنهم متعودين لأنهم خلاص. لأنهم متعودون على ذلك. أيوة، لأنهم عندهم وضاق أطفال. الجبوء بصوا، لأن هم عندهم أطفال صوت واعتادوا ال العالي واعتادوا ال الأطفال. ثواني ثواني. لا هم يطبون شفايف الروح. لديهم أبناء وقد اعتادوا أصواتهم وصرخاتهم وحركاتهم الكثيرة. هي دي الإجابة يا شباب، كلنا نكتب نكتبها في أعزب الأول تحت إيه؟ يا شباب. نعم، هنكتب الأول إيه؟ من هنكتب أول الأول لديهم، من أول لديهم. ليه؟ دي قطوطة، إجابة قطوطة صنطوطة. يلا اكتبوها يا شباب بخط واضح. كتبت اكتب يا اسلام يا كريم. بركات كتبت كتب بحياتي، كتب يا ما شاء الله. كتبتش يا ميس، ماشي، نعم يا حبيبي، ميس كتبتش ماشي اكتبي، انا منتظراك اهو. ماشي. يلا يا قطوطة، درس النهاردة صعب يا ولاد؟ القصة النهاردة صعبة؟ نفسها لا، حاجة سهلة قصة رسمة جميلة وقطقوطة، صح؟ ماشي، صح. يلا يا كتاكيتو، عايزين بقى واجب، من عينيا الاتنين. واجب كتير، حاضر. انت لا فوق لا دي، لا مش اللي على كده، على فكرة احنا صايمين ومش هنقدر، احنا صايمين ومش هنقدر. خلصتوا يا ولاد؟ خلصت يا يا سيلو؟ مس نخلص رمضان بس يا مس، وما وديلهم مريض جدي جدتين عشان هم عندهم بتاع رمضان الكتاب سايبين. هخلص نص الكتاب من عينيا ومش الاثنين. هنقدر. خلصت يا اسيل؟ لسه خلصت. لسه لسه ما خلصت. النصف الثاني روح يا اعلموا مس عليها انا لسه ما واكتبوها. ماشي، خلصت. انتوا عمالين تتكلموا، يعني الكلام ده انا قلت ان انتوا خلصتوا. روح اعلموا عليها، هي القطعه رقم 4. روح اعلموا عليها واكتبوا جنبها اجب وكملوها الصفحة بعد اللي الكتاب. بعتها من ذكاء انها واجب. من ذكائك يا سلام. بص الولد حرين، اللينك هيفصل يبقى الصفحتين اللي بعدهم واجب، انتوا حرين. لا انا حقا اعصرت. يلا يا حلوين، هاتولي ده، هاتولي نشاط ده، اكمل المخطط. مشكلة الأولاد كانوا ايه؟ لما انهم كانوا تشتغل عايزين هما في